قلنا نيمبورت كيل بروبليم انفورماتيك ديال مينتونس انفورماتيك عنده واحد لا ميثود ديال ريزوليسيون يعني شنو يعني واحد لي زيتاب اللي كنتبعوهم من الاول باش حتى كنلقاو لا كوز ديال المشكل حيت نيمبورت كيل بروبليم راه ملي كنلقاو لا كوز راه سي ديجا 50% ديال لا ريزوليسيون دونك اول حاجه شنو هو الدياغنوستيك فينالمون الدياغنوستيك راه هو التشخيص يعني كنحاولوا نشخصوا المشكل باش كنعرفوا السبب عاد كنلقاو له الحل دونك هذه هي لا ميثودولوجي دو ريزولوسيون دو بروبليم يعني لا ديمارش اللي خصنا نتبعوا بو ريزودغ ان بروبليم كيلكونك دونك اول حاجه في لا ميثودولوجي هي لا كونسيغناسيون دو بروبليم شنو كنقصدوا بلا كونسيغناسيون لا كونسيغناسيون هي خصنا نجمعوا الماكسيموم ديال لي ديتاي على ان بروبليم دوني باش كنحاولوا نعرفوا السبب ملي كيجيك ان يوتيليزاتور ملي كيجي ان يوتيليزاتور عنده ان بروبليم كيلكونك اول حاجه كنديروا هي كنطرحوا عليه ان سيرتان نومبر دو كيسيون شنو لوبجيكتيف من هاد لا كيسيون هادي هاد لي كيسيون اللي غنطرحوا هنا لا ليوتيليزاتور ا فوتر افي شنو لوبجيكتيف واش هاد البروبليم اللي جات فوالا باش كنعرف السبب لا كوز ياك كنبغي نطرح الماكسيموم ديال لي كيسيون هو ما حدو كيجاوبني وانا كيقدروا يتصدحوا لي بزاف د الحاجات يقدر يكون مشكل سهل يعني غيتحل غير شي حاجه بسيطه يقدر يكون مشكل بلو غاف يعني خصو بزاف ديال لي زيتاب ندوزو منهم عاد نقدروا نوصلوا للحل دونك المشاكل ماشي كاملين بحال الوغ بالنسبه ل مثلا نعطيكم غير اكزامبل مثلا مشكل جاك ان يوتيليزاتور وقال لك ما بقيتش قادر نتكونيكت للانترنت جو بي با مي كونيكتي للانترنت نقدر منين ممكن يكون مشكل اول حاجه كنسولو شنو هما لي بارامتر تي سي بي اي بي دي عندك ديال البي سي يقدر يكون مثلا كونفيغوري ستاتيك الوغ كو هو خصو ياخذ لادريس بالدي اس سي بي ديال الريزو خصنا نسولو باغ اكزومبل واش الكابل ريزو مكونيكتي للبي سي ديالو اولا الا كان مثلا الروتر يعني كنبقى نسول الماكسيموم ديال لي كيسيون اللي غيحاولوا يوصلوني للحاله ديال المشكل باش نعرف السبب سي بون هادي لا كونسيغناسيون الوغ يعني بحال كنحيط المشكل ماكرو بطريقه يعني بنظره اجماليه كنعرف شنو هو المشكل اكزاكتو كنجي لا كوليكت دانفورماسيون لا كوليكت دانفورماسيون يعني عاوتاني هاد لا كوليكت دانفورماسيون حتى هي لوبجيكتيف من هاد لا فاز هادي هي كوليكتي لي انفورماسيون كنجمع المعلومات Il est possible qu'on peut résoudre le problème signalé pendant l'étape initiale de création de rapport. Yani l'étape l'oulia, qu'on peut résoudre le problème avec un problème simple. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de problèmes relativement simples. Si on ne parvient pas à résoudre le problème immédiatement, on doit rassembler le plus d'informations possibles à propos du problème dans le but d'identifier les causes possibles. يعني كنحاولوا نعرفوا مجموعه ديال شنو هما الاسباب السبب او الاسباب ديال هذا المشكل هذا يعني كنتبعوا هاد لي زيتاب هادي كيو او سي ار دي كيستيوني ايكوتي كونسولتي ريشيرشي اي ديفلوبي داكور يعني كان الكيستيونمون كنطرحوا مجموعه ديال لي كيستيون على ليزيليزاتور ايكوتي خصنا ضروري يكون عندنا داك l'écoute active l'utilisateur c'est un daïman nous l'utilisateur يقول داك الشيء اللي عنده كامل consulter ou rechercher consiste à ملي كيكون عندي un problème كنمشي نحاول soit كنسول un collègue اولا كنconsulter يعني كنقلب على المشكل كنحاول نسول شي كوليك ديالي لا داز ان بروبليم باغي اولا كنحاول نقلب في لي سيت انترنيت مثلا لي سيت تكنيك ديال مايكروسوفت باغ اكزومبل Développer, yani développer le plan d'action. Naye, développement, yani le plan d'action. Chno homa, les tâches. L'irsnien dire, parce qu'on sait la solution. Yani, من بعد ما درت le questionnement, écoute, consulter, rechercher, كنكون عرفت la cause. Ni كنعرف la cause. L'étape les mourahash nahiya.
هي خصني نحط الحل، نحطو في الواقع، نحطو في لا رياليتي. قبل ما نحطو في لا رياليتي خصني نحط واحد البلان داكسيون نكتبو، يعني هاد لاطاش الاولى اللي غندير، لاطاش الثانيه، لاطاش الثالثه، انسي دو سويت. داكو الوغ دونك هادو هما لي كيستيوني. اون دو بوزي دي كيستيون كلير اي بريسيز ا utilisateurs sur les symptômes du problème afin de pouvoir commencer à en définir la cause. Donc, écoutez, lorsqu'un utilisateur final nous signale un problème, écoutons-le attentivement, car il se peut que l'utilisateur réponde à nos questions en donnant l'historique du problème. D'accord ? يعني يقدر ليكوت تكون يقدر يعطيني غير شي حاجه بسيطه وتكون هي السبب، يعني يعطي واحد المعلومه بسيطه ونقدر نعرف منها immédiatement la cause du problème. Consulter, donc cette tâche consiste à déterminer la cause du problème signalé. Commence par consulter documentation. Il y a quand je vous la documentation lundi en ligne, d'accord. Consulter et rechercher, c'est la même chose. Développer, une fois que nous avons déterminé une cause, nous devons développer un plan d'action. D'accord. يعني عندنا لا فاز ديال ديفلوبمون ديال لو بلان داكسيون. شنو كنقصدو بلان داكسيون؟ هما المجموعه لي زيتاب اللي خصني ندير كاملين، لونسامبل دي زيتاب كو جو دو سويفر بور امبليمونتي اون سوليوشن. لوبجيكتيف دو سيت ايتاب اي ديزولي لا كوز دو بروبليم. كنحاولوا كتولي عندنا لا كوز ديال لو بروبليم واضحه. Où on doit planifier les tâches à faire pour le résoudre. D'accord? Donc, lorsqu'on pense avoir déterminé la source du problème, on doit tester nos hypothèses. Donc, si les tests s'avèrent concluants, on continue jusqu'à ce qu'on ait déterminé la cause réelle. Donc, nous devons planifier la suite des actions qui suivent. Yani, خصنا ضروري نحطوا واحد l'hypothèse ديال شنو معنيه ليبوتيز فرضيه. ملي كنديروا مثلا هاد لي ريغيرش كاملين اللي درنا وكنحاولوا باغ اكزومبل مثلا ملي جا عندك ان يوزاتور قال لك عنده ان بروبليم ديال يل بي با سي كونيكتي او ريزو انترنت، الانترنت مثلا برا ما يقدرش يتكونيكتا للانترنت. غنبقى مثلا نسولو واش اسكيل بي بينغي على لا باسريل ديال الروتر اللي كتخرج للانترنت، يوريني لي بارامتر تي سي بي اي بي ديالو. بارفوا تقدر تكون لا كارت ريزو ديالو ما فيهاش لا باسريل، يعني لا باسريل ني با كونفيغوري. كنحاول نشوف مثلا ياك ما عنده ان بارف زايد. يعني ملي كنوصل باغ اكزومبل المشكل كتكون عندي غير فرضيه، جو سوبوز كو لو بروبليم راه كاين اونتر لا ماشين ديال ليوتيليزاتور et la passerelle ديال et la passerelle، يعني لا passerelle اللي كتخرجوا للانترنت، يعني في هذا لو ترونسون كاين لو بروبليم. هذه سي اون هيبوتيز غير فرضيه، كنعتمد على هذه الفرضيه وكنمشي جوست كوبو، كنحط لي بلان داكسيون اللي غيوصلوني لا ريزولوشن ديال هذا المشكل. يعني غنمشي وغنحاول نصلح سواء غنزيد ليوتيزاتور لا passerelle، غنكونفيغوري لا passerelle باش يولي بينغ عليها ايتترا. هادوك لي زيتاب لي من بعد هما البلان داكسيون، هما لي طاش لي كندير بوغ ريزودغ لو بروبليم. الا لو بروبليم تحل افكتيفمون ولا ليتيزاتور كيتكونيكت على الانترنت عادي، صافي راه يعني داك الفرضيه راهي صحيحه هي اللي كاينه. الا ليتيزاتور مقدرش يتكونيكت على الانترنت بهاديك واخا درنا هاد لي بلان داكسيون تبعناهم، راه هاديك ليبوتيز غالطه، يعني خصنا نعاودو نقلبو على اون اوتر ايبوتيز. C'est bon. Alors, maintenant, on dit, exemple, il y a les plans d'action. Déterminer les plans d'action, c'est la solution que je dois mettre en place. Donc, développement d'un plan d'action, exemple, maintenant, si le problème implique le remplacement d'un disque du serveur, le plan d'action sera comme suit. Maintenant, le problème d'Yana. لقينا ان الديسك دور ديال السيرفر هو اون سوبوز كو لو ديسك دور منو جاي المشكل، يعني خصنا نبدلوه ديال لو سيرفر.
خصنا اول حاجه نحددوا البلان داكسيون شنو خصني ندير. البلان داكسيون سورا كوم سوي: كوموندي لو نوفو ديسك، ديتيرميني اون اور ابروبريي بور افيكتوي لو رامبلاسمون، يعني خصني نحدد الساعه والوقت فوقاش غندير لو رامبلاسمون ديال النوفو ديسك، سوفغاردي لي دوني، لي دوني اللي عندي في الديسك القديم خصني ندير لهم سوفغارد، نوقف السيرفور ونانستالي فيزيكمون لو نوفو ديسك وكندير الريستوراسيون. هادو هما لي بلان داكسيون. الا درت هاد لي طاش كاملين كنكون فينالمون حققت لوبجيكتيف اللي هو درت حليت المشكل. سي بون، واش متبعين معايا ديجا؟ معاك تبعينا وسالا تبعينا. الوغ لامبليمونطاسيون من مورا ديفلوبمون ديال بلان داكسيون، يعني داك البلان داكسيون كنكتبوهم غير على الورقه، كنكتبوهم يعني غير كنبلانيفيوهم، سي اون بلانيفيكاسيون ديال لي بلان داكسيون. دابا كتجي هادوك لي بلان داكسيون اللي حطيتو بلانيفييت خصني نحطهم على ارض الواقع، كتسمى لامبليمونطاسيون ديال لو بلان داكسيون. دونك ابري افوار مي او بوان ان بلان داكسيون فو دوفي لامبليمونتي. نشوفو مثلا توجور ليكزامبل ديال هاد السيرفر هذا اللي بغينا نبدلو له الديسك دور. دابا لامبليمونطاسيون ملي غنمشيو على ارض الواقع، هاد هاد الشيء اللي حطيناه هنا اللي بلانيفينا اللي كتبناه قلنا خصنا نديروهم، ملي غنجي نديرهم على ارض الواقع راه سي با توجور فيزابل فاسيلمون، ماشي دائما ساهلين. علاش؟ حيت خصني نشوف هاد السيرفور مثلا، هاد لو سيرفور واش مثلا سي ان سيرفور كريتيك، يعني فيه الدي ان اس والدي اس سي بي وكلشي. الا جيت انا ناريتي هاد السيرفور، يعني لي زيتيزاتور في داك الوقت ديال لاغي ديال السيرفور شنو يديروا؟ اللي خدامين في الشركه كاملين ما تبقاش عندهم لادريس اي بي، ما يقدروش يتكونيكتاو حتى للانترانيت. دونك هنا لامبليمونطاسيون ديال بلان داكسيون بارفوا خصنا نردو البال الا كان عندنا دي زوبجي سونسيبل كنتعاملوا معاهم. داكور، يعني خصني مثلا الا كنت غنطفي مثلا هاد السيرفور هو ديجا فيه حتى لو رول ديال دي اس بي و سي ان كونترولور دومين باغ اكزومبل ولا شي حاجه، يعني فيه لي بزاف ديال لي شوز كريتيك اللي كتحتاجهم لاكتيفيتي ديال لونتربريز، ما خصنيش نوقف واخا غير مومونتانيمون. خصني بعدا جو دو بريفوار ان باك اب، خصني ندير واحد الباك اب اكوتي اللي غيخدم بلو رول ديال السيرفر دي اس بي او لا دي ان اس او لا في داك الوقت اللي غيكون السيرفر خدامين فيه موقفينه وكنصلحوا فيه. سي بون. دونك هادي لامبليمونطاسيون دو بلان داكسيون، يعني داك لي بلان داكسيون اللي حطيناهم وكتبناهم خصني امبليمونتيهم، يعني خصني نحطهم سور لا رياليتي، ولكن خصني ناخذ بعين الاعتبار هادوك لي كونترانت غايل اللي ممكن يكونوا. Après avoir mis au point un plan d'action, vous devez l'implémenter. Lorsque vous implémentez un plan d'action en vue de résoudre des problèmes graves, vous devez considérer l'impact des modifications que vous prévoyez d'apporter sur la disponibilité des services. Yani, prenez l'exemple la plus comme d'avant. Yani, les services sont mieux prouvés, même disponibles. Waha ana quand je dois réparer un serveur critique, voilà qu'il faut que je mette le plan B. باش الوقت اللي كنكون كنصلح ديك السيرفور باغ اكزومبل راه ديجا عندي لو سيرفيس خدام. فينالمون من بعد هادشي كله صلحنا المشكل، شوفوا لي زيتاب راهم غير باش نعاود ندوزو لكم قدامكم. اول حاجه لا كونسينياسيون، يعني كنحاول نكوليكتي الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون، ما كنحاول نسول لي كوليك، نقلب اون لين، كنجمع ندير كيسيون مون ليتيزاتور، يعني كنحاول نجمع الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون باش نعرف لي ديتاي كاملين ديال المشكل، باش نعرف لا كوز. اون فوا عرفت لا كوز او لا حددت لا كوز بروبابل، كتسمى دائما لا كوز بروبابل، يعني كنحط واحد ليبوتيز لا كوز هي هادي، شنو موراها كندوز كنحط ان بلان داكسيون، شنو هما لي زاكسيون اللي خصني ندير بوغ ريزودغ ولا بوغ تروفي لا سوليسيون بوغ ميتر اون بلاص لا سوليسيون.
من بعد كنجي لامبليمونطاسيون هادوك لي زاكسيون اللي كتبتو اللي قلتها هما اللي خصني ندير خصني امبليمونطيهم سور لا رياليتي فينالمون مره عندي لا دوكيومونطاسيون دو لا ريزولوشن دونك lorsque vous avez résolu le problème vous devez documenter sa résolution يعني يعني شنو خصني نجينيري واحد الكونط روندو كونط روندو بيان في اللي فيه لي زيتاب ديال لو بروبليم لي زيتاب اللي تبعت فيه لي كيسيون اللي طرحت على لي يوزاتور كيفاش شنو هما لي سيت لي كونسلتيت باش عرفت لي انفورماسيون باش عرفت لا كوز شنو هي لا كوز بروبابل شنو هما لي بلان داكسيون اللي تبعت حتى فينالمون l'implémentation de le plan d'action ou finalement la conclusion où est-ce le problème a été résolu ou pas d'abord le compte rendu tu confies les étapes qu'aime il est schnappel même le questionnement de l'utilisateur tel l'implémentation de le plan d'action c'est clair là je reste oui hein وي غير ديك المره ما كناش هضرنا على هاد الميثودولوجي يعني كنت كنقول لكم عطوني غير شنو هما لي سوليوشن لي زيتاب تكنيك اللي غديروا ياك دابا بلا ميثودولوجي اول حاجه الكيستيونمون ثاني حاجه كنحددوا لا كوز بروبابل من بعد ثالث حاجه البلان داكسيون رابع حاجه لامبليمونطاسيون ديال البلان داكسيون شفتوا دابا راه يعني لي زيتاب واضحين اكثر في داك المره ما كنا باقيين ما عملنا هذا الميثودولوجي كنت كنقول لكم اعملوا غير شنو هما لي زيتاب تكنيك اللي درتو يعني بلا ما ندخلوا في داك لافاز ديال كيسيونمون ايتترا فرضا عرفتوا عرفنا لا كوز ديال المشكل ديريكتومون عملوا لي شنو هما شنو المراحل اللي دزتو منها الوغ علاش كنجينيرو فينالمون واحد الكونط روندو علاش صالح هذا الكونط روندو وي ليش صالح الكونت روندو لا كنت تعرف لي زيتاب اللي الخدمه كامله فيه لي زيتاب ديال الخدمه كامله وعلاش صالح ليش ممكن يصلح لنا ابخي فيها الا جانا شي بروبليم بحالو نعرفو منين فوالا هادشي علاش الا جانا واحد البروبليم بحالو باش ما كنبقاوش نعاودو داك التماره من الاول صافي ديجا داك لي فور درناه ديجا وخدمنا عليه ايتترا كنمشيو ديريكتومون لو كونط روندو باش كنشوف كنقلب كنشوف شنو هما لي زيتاب لي دزت منهم وكنقول فوالا ها هي ها كيفاش خصني نتصرف ها كيفاش خصني ندير كنكون استفدت من داكشي كله لي دزت منه داك لو بروبليم صافي Donc, lorsque vous avez résolu le problème, vous devez documenter la résolution. Donc, cette tâche implique la rédaction d'un rapport qui décrive toutes les étapes du projet allant du consignation jusqu'à l'implémentation via le plan d'action. Il y a une consignation jusqu'à l'implémentation via le plan d'action. D'accord? Voilà, donc... هادشي اللي كاين من ناحيه ديال لا ميثودولوجي الوغ هاد لا ميثودولوجي شكون هما الناس اللي كيستعملوها شكون هما لي زانترفونون اللي كيدخلوا فيها شكون هما لي زيتيزاتور ديال هاد لا ميثودولوجي عندنا لي تكنيسيان اللي كيحلوا المشاكل هما اللي كيستعملوا هاد لا ميثودولوجي داكور ملي كيجيهم ان يوتيزاتور فينال راهم كيتبعوا هاد لا ميثودولوجي كيعاودوا من الاول كيديروا الكيستيونمون كي يحاولوا يفترضوا واحد اون كوز بروبابل كيحطوا واحد ليبوتيز دون كوز بروبابل دو بروبليم وكيحطوا واحد لو بلان داكسيون كي امبليمونتيو لو بلان داكسيون يعني كيدوزو من هاد لا ميثودولوجي كاملين هما لي تكنيسيان داكوغ هما لي زيتيزاتور ولكن في الدومين ديال مينتونونس انفورماتيك ما عندناش غير لي زيتيزاتور اللي ممكن يخدموا بهاد الشيء هذا راه كاين حتى هاد الناس كاملين يعني لي زيزاتور فينو لي سبيسياليست دو سيبور تكنيك اللي هما لي تكنيسيان ديال مينتونونس انفورماتيك لي انجينيور دو سيبور تكنيك حتى بغينا نقولو حتى هما لي تكنيسيان ولكن زايدين عليهم في اول حاجه في ليكسبيريونس وفي لا كومبيتونس
les responsables et les planificateurs. Les responsables et les planificateurs qui travaillent en dehors, mais qui ne sont pas dans la méthodologie, mais qui ne travaillent pas. Les responsables et les planificateurs, c'est leur rôle dialogue. Qui chauffent les comptes rendus et les problèmes, parce qu'ils peuvent, sur la base dialogue, qui prennent les décisions et là, qui fait que je ça fait. Les décisions dialogue qui sont basées, ou les planifications dialogue qui sont basées, et là, les comptes rendus qui généreront les techniciens ou les ingénieurs de support technique. C'est bon. Alors, les utilisateurs finaux travaillent dans le cadre de la méthodologie définie, ils reçoivent une formation sur le matériel et les logiciels qu'ils utilisent. De plus, le personnel du support technique leur fournit des documents d'auto-assistance qui leur permettront de rechercher les situations tout seuls. Donc, lorsqu'un problème ne peut pas document il y a l'autre assistance يعني اللي كيقدر يشوفه ويحل المشكل الا كان بروبليم سامبل الا ما قدرش راه فينالمون راه هو كيعيط لهنا كيعيط لي سبيسياليست دو سوبورت تكنيك باش يعاونو سي بون alors les spécialistes du support technique fournissent le premier niveau d'assistance les utilisateurs يعني شنو هما اللي كيتلاقاو اول مره بالutilisateur كيقولوا لهم الutilisateur كيقول المشكل ديالو ها لو بروبليم تكنيك اللي عندي ايتترا شنو كيعمل سوبورت تكنيك كيبدا من الاول ديال لا ميثودولوجي اول حاجه الكونسينياسيون شنو من نيت كونسينياسيون يعني غيطرح عليه الماكسيموم ديال الاسئله باش يعرف لي ديتاي ديال المشكل دوزيامون غيحاول يقلب على لي سورس اللي عنده وفي الانترنت لي كوليك باش يعرف يحاول يعرف واش كاين شي واحد عارف شي حاجه على هذا المشكل بوغ ديتيرميني لا كوز اون فوا لا كوز ا ايتي ديتيرميني اون باس او بلانيفيكاسيون دو بلان داكسيون يعني ديفلوبمون ديال بلان داكسيون بلان داكسيون كنحطو سو بابيي كنحط ها هما لا طاش الاولى اللي خصني ندير لا طاش الثانيه لا طاش الثالثه لا طاش الرابعه انسي دو سويت Une fois le plan d'action a été développé, je passe à l'implémentation du plan d'action. Ça veut dire, le plan d'action développé, je le mets sur la réalité. Finalement, je rédige le compte rendu. Au Faradanhead, le spécialiste du support technique, ما قدرش يوصل المشكل المشكل ما تحلش واخا دار هاد لي زيتاب كاملين ما تحلش il remonte le مشكل les ingénieurs du support technique vu l'expérience ou la compétence هما يقدروا يحلوا المشكل اللي يقدروا alors les ingénieurs du support technique حتى هما ملي كيجي عندهم لي تكنيسيان كيعطيوهم par exemple le problème باش يصلحوه واش غيعاودوا ا فوتر افي لي زيتاب من الاول من لا كونسينياسيون وي واش لي زيتاب غيتعاودوا من الاول من لا كونسينياسيون كيدير سدي اسئله اللي طرح عليا اخر وكيشوف من يجيب فوالا يعني كيعطيه التكنيسيان كيجيب له المشكل كيكون ديجا لا كونسيغناسيون عمله يعني جمع الماكسيموم ديال لي ديتاي لانجينيور ما غيعاودش يمشي يسول ليتيزاتور وداكشي صافي هذيك لي طاب راه دارت كيحاول غير يشوف شي كوز واحده اخرى اللي ممكن تكون ويصلح لو بروبليم داكور يعني لو طرافا كيكون ناقص شويه عليه Finalement, on a les responsables, les planificateurs. Les responsables, les planificateurs, ils travaillent en dehors, mais qui redmouchent la méthodologie de résolution de problèmes. La méthodologie de résolution de problèmes. Donc, une documentation à jour, exacte, fournit aux planificateurs et aux responsables une base solide sur laquelle prendre leurs décisions relatives à l'infrastructure informatique. Yani, خاص ضروري داك الدوكيومونطاسيون داك الكونت روندو اللي كنعطيو حنايا وفيه ان المشكل تصلح لي بلانيفيكاتور كيطالعوا عليه باش كيقدروا ياخذوا لي ديسيزيون كونسيرنون هاد لانفراستركتور ديال لانفورماتيك ايتترا
D'accord. Alors, je connais une autre question. بون واخا هكاك انايا اللي عنده شي كيسيون نقدر نجاوبكم في الواتساب وغنعطيكم ان طرافاي افير الوغ لو طرافاي دابا في هاد لا سيونس هادي بلا ما نكثر عليكم خلينا نمشيو بشويه بشويه درنا دابا هاد لا ميثودولوجي دابا ديروا لي لو طرافاي ديالها عاد ندوزو لا بروشين فوا السيبور تكنيك ونتعول هاد لا سيونس نديروا السيبور تكنيك الدوزيام شابيتر الشابيتر سويفون لي مور هاد خلي حتى لا سيونس بروشين ونديروها تكونوا خدمتوني هذا دونك لو طرافاي شنو هو اللي غنعطيكم ان يوتيزاتور سينيال كي نارييف با سو كونيكتي او ريزو دو لونتربريز Dans ce travail, vous allez décrire la démarche à suivre pour diagnostiquer le problème afin de permettre la proposition d'une solution. Alors, les étapes le questionnement. أول حاجة consignation du problème. Consignation يعني غتحطوا شنو هما لي كيستيون اللي غتطرحوا على ليتيزاتور داكور دوزيامون واش قلبتوا في شي سيت واش كونسلتيتوا شي كوليغ كونسلتاسيون لو ريشيرش لا ريشيرش ثوازيامون نكتبوا لكم لي زيتاب هنايا ديال اللي خصكم ديروا لي دونك حنا شنو لوبجيكتيف من هذا لو طرافاي هو ديروا لي لو كونت روندو لو كونت روندو كتبعوا فيه لا ميثودولوجي دو ريزوليسيون دو بروبليم هاد لا ميثودولوجي اللي عطيتكم الوغ بالنسبه لو كونت روندو اول حاجه غديروا فيه هي الكونسيناسيون كونسيناسيون يعني فيها الكيستيونمون متبعين معايا Donc, deuxièmement, il y a le questionnement. Il y a normal, est-ce qu'il a les parties et là, l'utilisateur va finalement attaquer les détails de la mosquée. Deuxièmement, consignation. Deuxièmement, l'étape dernière, il y a la consultation, la recherche, le développement. Il y a la question. Consulter, rechercher, etc. نحاول نقلب ا غوش يا دروات واش كاين شي واحد كيعرف كنقلب في الانترنيت شنو هما لي ريشيرش اللي درت شنو كونسلتيت ليتاب ديال هاد الجوج ديال لي زيتاب شنو باش غنخرج منهم كنخرج منهم ايدنتيفيكاسيون دو لا كوز ايدنتيفيكاسيون لا كوز دو بروبليم يعني كنكون حددت لا كوز ديال المشكل سي بون هذا هو لوبجيكتيف من هاد ليتاب هادي كنكون حددت لا كوز ديال المشكل السبب ديال المشكل صافي يعني كنقول جو سوبوز فينالمون كنحطوها سو فورم ديبوتيز لا كوز دو اتر سو فورم ديبوتيز شنو معنى ايبوتيز باراديا يعني hypothèse je suppose ou là on suppose que la cause est la cause du problème yehdi غتعبر عليها شنو هي d'accord troisièmement
développement du plan d'action. Rappelez-vous comme l'exemple de ma dit un plan d'action. Développement du plan d'action. يعني شنو هما لي طاش اللي خصني ندير كاتريامون لامبليمونطاسيون دو بلان داكسيون لامبليمونطاسيون تقدر الا كان عندنا واحد المشكل ساهل ما تختلفش على الديفلوبمون دو بلان داكسيون كيما بلانيفيتهم غنديرهم يعني كيف ما درت لا بلانيفيكاسيون راه يدوز لامبليمونطاسيون ما يقدر ما يكونش شي تغيير كبير يعني الا ما كانش شي شي كونترينت خصني نرد لها البال بحال اللي وصفت لكم قبيله عندي ان سيرفور سونسيبل اللي خصني نوقفو نعاود باش نصلحو وعاد نديماري هنا في لامبليمونطاسيون خصني نقول ان هذا لو سيرفور سونسيبل ما يمكنليش نوقفو بلا ما ندير الباك اب خصني مثلا ضروري درت الباك اب ديال هاد السيرفور حطيت ان سيرفور دي اس بي كونفيغوريتو ا كوتي باش يقدر يعطي لي زادريس اي بي للكليون اون اتوندون سيرفور اوريجينال يخدم واش فهمتوا الفرق هنايا وفينالمون فوالا هادشي اللي كاين هذا هو هذه هي الدوكيومونطاسيون هي هذه هذا هو الكونتروند فينالمون غديروا اون كونكلوزيون واش لو بروبليم ا ايتي في ا ايتي ريزولو ولا لا دونك بحال نقولوا هنايا بلان اللي خصكم تتبعوا ديال دو كونتروند صافي الوغ هنا كاينين دي ديتاي اللي عاونتكم بهم مثلا لي زيتاب اول حاجه غديرها هي الكيستيونمون الكيستيونمون هما عندي ان انصوم دو كيستيون عطيتكم هنا غير اكزامبل مثلا الا كنتي غتخدم مع ليتيزاتور عيط لك بالتليفون او لا ا ديستانس ولا حتى دو بري غتعاون غتشوف هادو هما لي تيست اللي درتي باغ اكزامبل تيست لو كابل حيت قال لك الكونيكسيون ما كايناش غتيستي لو كابل مثلا واش خدام ولا لا اون يوتيزو ان تيستور دوني لي ريزولتا ديال لا كونفيغوراسيون تي سي بي اي بي دوني لي ريزولتا ديال بينغ على لادريس دو بوكلاج ولا لا باسخيل اتسيتيرا دونك هادو بارمي لي تيست لي درتي وعاد عطيني سي فو بلي عطوني لي كيسيون لي طرحتي على لي يوتيزاتور سي بون هادي في الاول دونك سيلون لي ريزولتا بريزونتي بار لي يوتيزاتور بروبوزي اون سوليوشن دوني فينالمون لو كونت روندو دونك لو كونت روندو عطيتكم لو بلان ديالو ما غتلفوش بزاف حاولوا ديروا لي سي فو بلي ان كونت روندو بيان في ومقاد بوغ لا سيونس بروشين غير هي ما غتصيفطوليش الجيميل كتسمعوني حصه ما جامني غنبلانيفيوها الكونت روندو ديالكم غتحطوه لي هنا فين ايكيب نتوما 203 ياك غتحطوه لي هنا غتمشيو لهاد الكانال ديال سويفي دي زانترفونسيون الو وي سي بون الو غتحطوه لي هنا غتمشيو ديرو جويندغ هاد جويندغ واش غديرو شارجي ا بارتيغ دو مون اورديناتور وغتحطوا لي الفيشي هنايا قبل ما نبدا لا سيونس خصني نلقى واش متفقين معايا ولا لا فهمتوني شنو غديروا الكونت روندو ديالكم كل واحد غيحطوا لي في هاد هاد لا كونفرساسيون هنايا واخا صافي الوغ قبل ما نبداو لا سيونس المره الجايه غنصلحوا هاد الشيء هذا عاد ندخلوا في الشابتر سويفون واخا متفقين اوكي تلقين واخ الوغ بالنسبه لي زوط دابا يلاه كاين سبعه ديال لي بارتيسيپون راه ماشي ما كافينش مره بالنسبه لي زوط سي فو بلي قولوا لهم يحاولوا يبقاو يتكونيكتاو ولا ما عارفه كاينين عندهم اللي كاين اللي عنده مشاكل ما كيقدرش يشارجي وهذا ولكن واخا هكاك
تحليف وسيء ولكن او موان ياخذوا الكور ويحاولوا يديروا داك لو طرافاي اللي طلبت منهم ويصيفطوه لي